شرفني ونورني يكون معايا على التليفون السيادة النائب أستاذ أحمد دياب. سيادة النائب صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا كريم، ومتشكر جدا على المقدمة دي والتقديمة دي لأكثر من مستحق، ودايما متألق. صباح الخير على حضرتك. أقل من حقك، أقل من حقك، وفعلا أنا شايف الناس كلها سعيدة والناس كلها مبسوطة عشان اسم معلوش خلاف، واسم كمان يعني مرتاح له كل الانديه، ومش هيبقى عنده مشكله في اي ازمه ولا اي حاجه، ان شاء الله تعدي الامور من غير ازمات. الاول عايز اهنيك على تواجدك في هذه الرابطه، والسؤال اللي انا عارف ان انت ما سالتوش، او ممكن انا سمعت كل مداخلاتك، بس عايزين نفهم الناس الاول بمنطق بسيط يعني ايه رابطه انديه، ورابطه الانديه دي هيبقى دورها ايه غير اتحاد الكوره. تمام، خليني الاول يعني انتهز الفرصه طبعا واشكر كل مجالس ادارات الانديه المحترمه ورؤساء مجالس الادارات اللي حطوا في الواحد الثقه الكبيره دي، واللي بتشكل مسؤوليه اكبر، وربنا يعيننا ان شاء الله نكون عند حسن ظن ان شاء الله. بمفهوم بسيط، رابطه الانديه هي المفروض بتعبر عن مصالح الانديه، هي اللي بتمثل ال 18 نادي في ممثله في الخمسه اللي رشحهم الانديه، وبتكون بتقوم بمهامها بإدارة المسابقة والتسويق لحقوق الأندية للوصول لماكسيمم أو لتعظيم المداخيل بتاعة الأندية بشكل كبير، وظهور المنتج وزيادة قيمته التسويقية وظهوره بالشكل اللي يليق بحجم دولة زي مصر إن شاء الله. ده باختصار وعظيم جدا. دور اتحاد الكرة المتداخل في الدوري، هل هيبقى ليها دور في الدوري الممتاز بأي شكل من الأشكال، ولا إدارة الدوري الممتاز من الأول للآخر من الألف للياء هيكون تحت رابطة الأندية؟ إدارة الدوري من اختصاص رابطة الأندية، ولكن في تداخل في لجنة الحكام وقيد اللاعبين. أوكي، هل لأن اتفضل. بالطبيعة دول بيبقوا تبع اتحاد الكورة، وده عامة يعني صح، لجنة تحكيم ووقيد لاعبين، فأنت هنا ده بتبقى الأمور اللي أنت يعني بتنسق مع اتحاد الكورة فيها، لأن هم دول تابعين دي. زائد طبعا بقى تحديد إذا كانت في أجندة دولية، المنتخبات طبعا، البطولات الأخرى اللي بيقيمها اتحاد الكورة زي كأس مصر وكده. طيب، هل بيبقى في أي نسب مالية من الدوري الممتاز، اعلانات الدوري الممتاز، اعلانات الانديه، حقوق الرعايه، هل اي في نسب ماليه بتروح لاتحاد الكوره؟ طبقا للوائح فيه طبعا، وطبقا لما هو كان ماشي قبل كده في نسب، ولكن احنا ان شاء الله في عندنا اجتماع يوم الاربعاء اللي هنصيب فيه لائحه النظام الاساسي للرابطه، وهنجتمع بعديها ان شاء الله بال 18 نادي ونتناقش معاهم وناخد كل الافكار، والحقيقه الواحد يتشرف انه معاه الخمسه قامات كبيره يتصرف بالعمل معاهم. صحيح. ونوصل الاول للائحه النظام الاساسي للرابطه، وبعديها ان شاء الله نقدر نعمل بقى احنا اتفقنا على ايه وشوزي يعني ده. وهي احنا مش هنعيد اختراع العجله يعني، روابط الانديه في العالم بقى لها سنين. احنا متاخرين جدا، متاخرين جداً بشكل واضح طبعا. جدا يعني لو هنقول اقدم رابطه هو الدوري الانجليزي، وفي الدوري الاسباني، حتى الدول العربيه النهارده السعوديه او الامارات عاملين الروابط من سنين. فالحقيقه ان احنا اتاخرنا جدا، وان شاء الله تكون دي خطوه نتحط فيها في مصاف الدول والدوريات بالقدر يعني اللي تستحقه دوله بحجم مصر ان شاء الله. طيب، الكوره المصريه. مش عايز استبق الاحداث ولا اظن السوق يعني لا قدر الله يعني ممكن يحصل، بس انت عارف ان احنا بطبيعه الحال في الكوره المصريه بسبب الشحن الجماهيري وخلافه المشاكل كتيره واعتراضات الانديه كتيره وازمات الانديه كتيره مع اتحاد الكوره قبل كده وهيبقى مع رابطه الانديه بعد كده. انت مجهز نفسك لكل الامور ديت، عارف ان انت داخل برضه في حاجه مش سهله بعد ارث صعب جدا كان كله مشاكل وكله ازمات، انت فاهم الكلام ده كويس اكيد. الكلام طبعا واضح وكلنا فاهمين، وكل اللي عاملين في مجال الرياضه فاهم، ويمكن في تحدي اكبر لان الموسم ده موسم يعني احنا بنسمع كلمه موسم استثنائي طول عمرنا. صح بس صح. في حقيقه الامر ان الموسم ده فعلا استثنائي. انت عندك في اجندتين من دولتين كبار، عندك كاس البطوله العربيه، عندك بطوله امم افريقيا، عندك تصفيات كاس العالم، كاس العرب، مشاركات الانديه المصريه الحمد لله في البطولات الافريقيه، في كل ده عبء كبير، واحنا لسه اصلا ما ابتديناش الدوري واحنا في سبتمبر، ويمكن بعض الدوريات عدى منها 6 و7 اسابيع. فالحقيقه هو موسم صعب، لكن اللي بيطمن الواحد هي رغبه الانديه نفسها
وحلم كل الناس اللي في الكوره، اللي احنا طبعا محتاجين منهم كل الدعم، وان احنا النظام اللي هنتفق عليه لازم يكون ماشي على الجميع، ما دام احنا هنحطه بضوابط ومش هيفرق ما بين حد، فمحتاجين ان احنا كلنا نتكاتف ونبقى ماشيين في السكه دي عشان نقدر نعمل نعدي الموسم ده، عشان بعد كده في احلام كتير. احنا اقل حلم منهم ان انت محتاج تقفل السيزون زي الدوريات الاخرى. احنا شفنا مشاكل كتير في انديه كتير لعبتها وهي عقودها بتخلص بيمشوا في نص الموسم، بقى الموسم عندنا شغال بس هو عنده الويندو بره عاوز يلحقه، بقى الراجل فري هو المفروض يخلص السيزون، لو انت السيزون طبيعي هيخلص الموسم بتاعه ويبقى عنده القدره انه يوقع في اي نادي بره. صح صح مفهوم. فمشاكل كتير طبعا. محتاجين دعم كل المجال الرياضي، وان شاء الله ربنا يقدرنا باذن الله هنعمل اقصى جهد ان احنا نوصل بالشكل اللي يرضي جماهير الكره العريضه والانديه اللي هي مديانا الثقه الكبيره دي، وتكون حاجه في مصلحه الكره المصريه ان شاء الله. ان شاء الله. سؤال اخير ليك، هو سؤال فني شويه. هي مباراه السوبر مش اللي جايه طبعا، اللي بعد كده، السوبر دي بتبقى من اختصاص رابطه الانديه ولا اتحاد الكوره؟ هي المفروض ان طرفها هو بطل الدوري والناحيه الثانيه الكاس. بالظبط، عشان كده سالتك السؤال ده، سؤال صعب لغز شويه. فهيبقى فيها يعني اكيد اشكاليه، هنقعد مع اتحاد الكوره كرابطه وهنشوف ايه اللي بتنص عليه اللائحه في الحته دي، لان هي فيها تداخل يعني، لان ده طرفها بطل الدوري. صح. لكن هي حاليا تبع الاتحاد، ولكن احنا ما كانش في رابطه، فبالتالي دي لسه نقطه من النقاط اللي هنناقشها ان شاء الله مع الزملاء يوم الاربعاء، ونبتدي نتحرك على اساس قرار الرابطه ان شاء الله. سياده النائب احمد دياب، انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك التوفيق انت وكل اللجنه، ان شاء الله نطور الكره المصريه، نعدل الامور جوه الكره المصريه.